هذه مدن تصنعها الأساطير، تكتب بحكايات الدم والنار، ملامح لا يطويها الزمان. إنها مدن القناة، تلك المدن التي ظلت لسنوات طوال تعزف لحن الصمود والمقاومة، وتكتب بأجساد أبنائها ودمائهم وأرواحهم سطورا خالدة في سجلات الزمن وملاحم النصر. خفف من وقع أقدامك قليلا وأنت تطئ ترابها، فخلف كل حجر هنا حكاية لشهيد تعكس التضحية، وخلف كل جدار قصة الصمود، وعلى جانبي الشرفات والنوافذ والطرقات ما زالت بقايا الرصاص والقصر شاهدة على حكايات المقاومة والانتصار. قف كما يليق بجندي مقاتل يلفظ أنفاسه الأخيرة فداء للوطن، بينما يداه تسر على رفع العلم، واعلم أن النصر لا يخرج إلا من رحم المعاناة ومن بين براثن الهزيمة. انصت بقلبك إلى أنين الحكايات، فكل كلمة بها نبض وروح.